نعم، مستشفى هلال يافا في الخضيرة قبل قليل أعلن عن وفاة هذا المستوطن الذي أصيب بسبعة رصاصات من مسافة الصفر حسب هذا التقرير الذي صدر عن المستشفى. ولكن أيضا قبل لحظات ونحن نتحدث وإياكم، الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل قرية قفين في منطقة طول كرم شمال الضفة الغربية بصورة تامة، ووضع حواجز وبدأ بعمليات جمع واستخبارات لمعلومات يعني يتلقاها من خلال الكاميرات الموضوعة هناك، حتى أنه حدد السيارة وقال بأن المركبة التي نفذت العملية إطلاق النار تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية وهي مزيفة فعليا، واستطاعت الفرار من المكان. في هذه اللحظات فعليا كل الجهود الاستخباراتية الإسرائيلية تقوم على مبدأ تحليل وجمع الصور وأين اتجهت المركبة حتى يتم الوصول إليها بشكل واضح. ولكن أيضا في هذه اللحظات أيضا نتحدث عن عمليات تمشيط واسعة في بلدة قفين تجري في هذه الأثناء، إضافة إلى أيضا بدأت يعني عمليات أو التصريحات التي يطلقها المستوطنون على رأسهم رئيس قادة مجلس المستوطنات يوسي داجان، والذي قال بأن على إسرائيل وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعيد الحواجز ويعيد الأمن إلى منطقة شمال الضفة الغربية لأنهم يصطادون كالبط فعليا. هذا طبعا على حد وصفه وقوله بأن العمليات التي تحدث الآن في الضفة الغربية هي عمليات صيد للبط بين قوسين، بمعنى أن المستوطنين هم من يتم اصطيادهم بشكل أو بآخر. بطبيعة الحال لربما قد نشهد عمليات في الساعات القادمة للوصول إلى المنفذين الذين تمكنوا فعليا من الفرار من داخل المركبة. بعض المعلومات الإسرائيلية تتحدث عن أن الذين كانوا في السيارة هم خلية فلسطينية ربما ستكون من منطقة طول كرم حسب المصادر الإسرائيلية، لأن هذه المنطقة هي في منطقة شمال الضفة الغربية، والمنطقة وقعت قرب مستوطنة حرميش القريبة من بلدة قفين، وهذا ما يرجح الفرضية الأساسية بأن المنفذين هم من منطقة طول كرم، بمعنى أن العمليات فعليا ستتركز، العمليات الاستخباراتية ستتركز في منطقة طول كرم وفي قراها ومحيطها فعليا للوصول إلى منفذي العملية. من المتوقع أن يكون هناك بالتزامن مع ذلك ضياء أن يكون هناك تشديدات أمنية معينة خلال هذه الملاحقات، المزيد من الانتهاكات أو ستأخذ شكل أشرس بعد مقتل الإسرائيلي؟ بالفعل هذا طبعا ما هو متوقع، من المتوقع أن تزداد كمية التنكيل وتزداد الحواجز عند مختلف الطرقات المؤدية إلى منطقة قفين وكذلك القرى المجاورة لمدينة طول كرم، لأن مسرح العمليات فعليا يدور، خصوصا بأن الجيش دفع بعدد من عناصر الشباك والمخابرات الإسرائيلية للتحديد والوصول إلى منفذي العملية. لربما قد يملكون معلومة أولية أو طرف خيط حول هذه السيارة، يتم في هذه اللحظات فعليا الوصول إلى كافة كاميرات المراقبة التي زرعها الجيش الإسرائيلي عند الطرق وطرق المستوطنين فعليا، حتى يتم تحديد صورة من نفذ العملية، وبعد ذلك تبدأ عملية الملاحقة، وبعد ذلك أيضا تبدأ عملية لربما تنفيذ اقتحامات لمنازل الفلسطينيين في المناطق التي يحددها الجيش الإسرائيلي في منطقة طول كرم للوصول إلى المنفذين. ولكن حتى اللحظة العملية توصف بأنها عملية نوعية، هناك مباركة أيضا من قبل عدد من الفصائل الفلسطينية لهذه العملية التي أسفرت عن مقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين، وأيضا لربما قد ينجح هؤلاء الفلسطينيين المنفذين من إخفاء المركبة وبعد ذلك التخفي لفترة محددة، وقد يعني لا تستطيع أجهزة أمن الاحتلال الوصول إلى المنفذين لأن العملية كانت لربما مخططة ومدروسة، تم الإطلاق من سلاح لربما يكون أوتوماتيكي، بمعنى أن السبعة رصاصات استقرت في جسد المستوطن والذي أيضا توفي على الفور. شكرا جزيلا لك من رام الله ضياء حوشية مراسل غد.